نطلب من الحكومه. انا خويا قتلوا لي قدام الباب قدام دارهم، دقوا عليه وقتلوه، قتلوه ثلاثه، واحد عطاو 15 عام، واحد عطاو 10 سنين، وواحد عطاو 8 شهور. داقين عليه في دارهم ومخرجينه، ما مدابز ما حتى حاجه، دقات امه وخرجتنا، قتلوا الاخ ديالي قدام الباب. انا نطلب من سعاده الحموشي من جلاله الملك، انا باغا حق خويا، باغا الحق ديال خويا. 15 عام ديال اجيال التليفون تيعايرونا، تيستهزئوا بينا، تيضحكوا علينا، كبوا على كرشكم الماء. حنا دايرين نعطيو الفلوس للمحكمه وما نعطيوهاش ليكم نتوما، تيعايروا فينا وتيسبوا فينا. حنا ولينا مخزونين، حنا اللي قاتلين لنا ولدنا، ولينا حنا خايفين على راسنا، ولينا مخزونين. حنا تنطلبوا من العداله ومن الحكومه تاخذ لنا حقنا، تاخذ لنا حقنا. تنطلبوا من العداله والحكومه تاخذ لنا حقنا، يدرسوا هذا الملف ويشوفوا هما عاطين بالقتل العمد، قتل العمد والمشاركه جوج، ودايرين لهم مشاركه والقتل العمد، دايرين لهم شجار. حنا ما مدابزينش، كاينين الناس، كاين الامه ديال البشر، داقين علينا من الدار ومخرجينه من الدار، من الدار، وقتلوه قدام امام المنزل ديالهم قدام العتبه ديال الباب. وانا حاضره انا والاخ ديالي، خرجونا من الدار، من الدار حنا خرجونا، وقاتلينو قدام الباب ديالنا. واش خوك يتقتل قدام عينيك؟ كي غنوليو حنا؟ كي غنكونو النفسية ديالنا؟ كي غنكونو؟ عاش الملك. السلام عليكم. وعاش الملك. وانا بغيت حقي، وهذاك الحكم ما بغيتوش، وكي قال هو اللي خدام عليا، وانا جابوني مريضة، وانا اضطريت ولدي وتبصحتي، كي قال هو اللي وليتي جبنية، هو اللي توكلني، هو اللي تصبني، ودابا تتكسروا عليا، تقولي انا عطيتك الفلوس ودرت فلوس. عاش الملك.